ولد الشيخ الصبغ حق المرأة اللي ينقل يخلي الشعر الأسود إلى أحمر، إيش رأيك؟ هذا الجواب على هذا السؤال، وهو سؤالك عن صبغ المرأة شعرها بغير الأسود، ينبني على قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، هذا هو الأصل، وأن الإنسان يلبس ما شاء ويتجمل بما شاء ما لم يرد منع من الشرع. فالصبغ مثلا بالأسود هذا ممنوع من شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام جنبه السواد، وغير الأسود قد يكون مأمورا به كالحنة والكتم، وقد يكون مسكوتا عنه. فالألوان ثلاثة، قسم مأمور به كالحنة والكتم، وقسم منهي عنه وهو السواد، وقسم مسكوت عنه، وما سكت الله عنه مما الأصل فيه الحل فهو حلال. وعلى هذا فنقول هذا الصبغ الذي يصبغ النساء حلال، إلا إذا كان لا يصبغ به إلا نساء الكافرات فلا يجوز، لأنه يكون من باب التشبه بالكفار، والتشبه بالكفار محرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. ولأن التشبه بهم نوع من الولاية، وولاية الكفار حرام. ووجه كون التشبه بهم نوعا من الولاية أنهم إذا رأوا الناس يتشبهون بهم قووا في باطلهم وقالوا الناس تبع لنا، فينشطون على باطلهم ويستدلون من تشبه به، لأن المتشبه بغيره يوحي تشبهه بأنه يرى نفسه أدنى من ذلك الغير، ولذلك اتبعه. ومن ثم نقول تشبه بعض المسلمين بالكفار اليوم نوع من الولاية ونوع من الذل، أذلوا أنفسهم حيث ذهبوا يكونون أتباعا للكافرين، وهو أيضا نوع من الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كانت هذه الألوان التي اتخذها النساء إذا كانت هذه مما يختص بشعر الكافرات صار حراما من أجل التشبه. نعم.